من مدينة خوركان، وهمتنا اليوم جبلية ساحلية بإذن الله. تعتبر مدينة خوركان الواقعة في المنطقة الشرقية والتابعة لإمارة الشارقة مدينة ساحلية وجبلية، زوارها يقدرون يمارسون فيها الكثير من الرياضات والأنشطة الجبلية والساحلية. بس تعرض عليكم شوي الخارطة، راح تعرفون كيف هذه المدينة فيها الجبال والساحل، أماكن جميلة لممارسة أنشطة كثيرة. هذه خريطة مدينة خوركان، نلاحظ أنها تحدها الجبال من جهة الشرق، وكذلك سلسلة جبلية ممتدة عبر طريق خوركان الشارقة. نلاحظ أيضا هنا في جبل يقع أيضا على مشارف مدينة خوركان يسمى جبل الدورة، ويمتد عبر هذا الجبل مسار جبلي ينزل فينا إلى شاطئ سويفة اللي هو الشاطئ الصغير هذا. رحلتنا بإذن الله اليوم راح تكون عبر مسار جبل الدورة، هذا المسار إن شاء الله الجميل اللي يعتبر من المسارات المختلفة تماما. ليش نقول مختلفة؟ لو جينا لمسار جبل الرابي، مسار جبل الرابي نلاحظ أنه الجبل نوعا ما تصاعدي، من أول ما تدخل في الجبل أنت تصعد 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 وصولا إلى القمة. بينما جبل الدورة نلاحظ أن المسار نوعا ما أفقي، يعني أنت بس في البداية عندك صعود ثم تمشي بشكل أفقي وصولا لين هذه النقطة، ثم تبدأ بمسار نلاحظ أنه نوعا ما تساقطي أو تنازلي. في رحلتنا هذه في جبل مسار الدورة راح تشاركنا الأخت موزة النقبي، إحدى فتيات مدينة خوركان بإذن الله، المهتمات كثير بالهوايات الجبلية، وإن شاء الله راح نتشارك معاها في المعلومات، تعطينا هي الطابع الرياضي عن هذه الرياضة أو عن هذا النشاط، وإحنا أيضا نعطيها بعض خبراتنا في الجبال، ونتشارك إن شاء الله ونسوي إن شاء الله رحلة جميلة ومفيدة للجميع. نحن الآن في حديقة سويفة، من هذه الحديقة ينطلق مسار جبل الدورة يصل إلى شاطئ سويفة الذي تنسب إليه هذه الحديقة نسبة إلى شاطئ سويفة الواقع خلف هذا الجبل اللي هو جبل الدورة. بنتعرف الآن على الأدوات اللي عندنا على ما توصل إن شاء الله ضيفتنا الأخت موزة النقبي. أولى أدواتنا طبعاً من بعد ما نتأكد من اللابسين لبس رياضي صحيح، لبس خفيف مناسب حق الهايكينج، ما يكون قطني، وإن كان قطني في المناطق في الأوقات الباردة ما يصلح يكون قطن لأنه قد يصير مثل ما تقول تعرق وثم يضرب عليك هو، فالقطن ما ينصح فيه في أوقات الشتاء. أما في أوقات الصيف تقدر أنك تلبس قطن، بالعكس لما بيبتل هذا القطن بيعمل لك نوع من التهوية أو التبريد. ثاني شيء الحقيبة، حقيبتك مهمة جدا في جميع مسارات الهايكينج، أنك تكون حامل حقيبة. الحقيبة هذه بتفيدك بوايد أشياء، تحط موبايلك داخل، تحط الماي داخل، تحط سناكس أو أي يعني أشياء مأكولات بسيطة سندويتشات تقدر تحطها في هذه الحقيبة. حقيبتي هذه 2 لتر من الماي تحمل، يعني تعادل دبة ماي كاملة ويا دبة صغيرة، هذه صارت 2 لتر. أقدر أعبيها بهذا الماي ثم أحمل بيدي هذا الماي وخلال الطريق أقدر أني أشربه بكل سهولة. وكذلك هاي الحقيبة فيها أنبوب ماي هني، أقدر لما ألبس الحقيبة أقدر أشرب من أنبوب الماي بكل سهولة وأنا أمشي فيه. من الأشياء أيضا المهمة جدا جدا حذائك لابد يكون حذاء مناسب جدا لرحلات الهايكينج أو الرحلات الجبلية. من الأشياء المهمة أيضاً اللي هي مشروب الطاقة أو نقدر نقول مشروب الحمضيات، هذا المشروب يعوضك عن الأحماض أو الأملاح اللي أنت تخسرها خلال الرحلة، وبنفس الوقت هو ممزوج بشيء من الحلا أو السكر، فهو مزيج ما بين الحمض والسكر فيفيدك جداً في هذه الرحلات، العرق اللي تخسره هو يعوضك بداله. من الأشياء المهمة أيضاً ساعتك الرياضية اللي تقيس نبضاتك وتقيس أيضاً معدل خطواتك، كم مشيت، كم حرقت سعرات حرارية، ساعة رياضية مهمة جداً تستفيد منها في المسارات الجبلية. هالدرب أدلة سلطان دائماً أي هذا المكان عارفين ها؟ أكيد ما نعلمش إحنا بعد طبعاً.
طبعا اختنا موزه من الفتيات بنات مدينه خرمكان المهتمات جدا بالانشطه الجبليه والهوايات اللي في الطبيعه اللي تمارس في الهواء الطلق، دائما تطلعين يبال اكيد دائما تروحين وديان ما شاء الله. نعم. عندكم مجموعات وفتيات ما شاء الله كثيرات ما شاء الله وايد، حتى مهتمين في الرياضه، حتى عندك اخو اسمه سلطان صغير دائما تطلعين وياه، محب للرياضه ما شاء الله. احنا نفتخر صراحه بهذه الانشطه اللي تمارسونها انتم، نفتخر ايضا فيكن، واليوم ان شاء الله راح تعرفينا وراح نتعرف ايضا معك ان شاء الله. اكيد انت راح تعرفينا على الجوانب الرياضيه واحنا بنعرفك على الجبل والطبيعه الجبليه، وفي بعض الامور الاثار نقدر نقول اللي موجوده فوق هالجبل ايضا نتعرف عليها في رحلتنا. ان شاء الله. جاهزه؟ جاهزه. توكل على الله. شنطتك فيها كل شيء؟ فيها كل شيء اللي تحتاجينه، كل اللي ما يحتاج نوصيك طبعا. كيف حاسة موزة؟ الحمد لله بخير. ما تعبانة؟ لا ما تعبانة. يقولون هاي أول مرحلة في مسار الدورة هي الصعبة، عقب الأمور سهلات. صح. تجاوزتيها ما شاء الله مثل شرب الماء. أول شيء بس بداية المسار يكون فيه صعود ومتعب شوي، لكن بعدين خلاص يصير الوضع سهل. تعرفين الحين وين واقفة؟ لا والله. أنت واقفة على أثر الآن. صدق؟ أنا على ما أي هالمكان ما أعرف إنه فيه أثر. لا لا. هذا أبداً. أثر قديم يسمى السور. السور هو احدى اللي هي العلامات الدفاعيه في الجبال، اسوار قديمه نفس هذا السور السفلي يمتد لين منطقه العقبه، عقبه اللوليه هذه، ثم يطلع على جبل العوين. لو تلاحظين هذاك السور شوف هناك مبين، ها على جبل العوين مثل خط ذي طالع له فوق، هاي كلها اسوار دفاعيه كانت تدافع عن مدينه خرفكان. مدينه خرفكان تعرفين ميناء طبيعي، فكان كثير من الطامعين يعني في المدينه فكانوا اهلها يدافعون عنها من خلال هاي الاسوار، وكذلك فوق راح تشوفين العديد بعد من الاثار الدفاعيه ان شاء الله. ما شاء الله مشكور على هالمعلومه الجديده. واذا تعبتي شفتي هاي الصخور اللي على يسارك يمينك، هاي تقدرين تستريحين عليها، ما في هني استراحات صلاح البشر، صناعه الانسان من الطبيعه. ماشي توكل على الله. تمام. شوفي هاي اللي اقصده، شوفي هاي تجلس عليها خلاص ترتاح. سلطان شو هذا المكان؟ هذا أنا أتوقع أثر قديم، هو امتداد للسور يصل لو تلاحظين إلى منطقة أشبه بالبومة أو المربعة. شوفي يعني أهلنا الأولين كانوا في هالجبال دائما يصنعون نوع من الوسائل الدفاعية لهم، سواء كانت أسوار أو مقابض أو مربعات أو حصون حتى تصل إلى على الجبل يراقبون من هالمدينة. لو تلاحظين من هالمنطقة أنت تقدر تراقب يعني المدينة كلها عن يعني شمالها جنوبها شرقها غربها. تصير هناك أيضا نوعات أنواع من المقابض لو تشوفينه موجود على هذاك الجبل، وأيضا على هذا الجبل اللي الحراس يقدرون يمسكون في مثل سلاحهم يراقبون المنطقة يحمونها يدافعون عنها ضد الأعداء، بنفس الوقت يدافعون عن أنفسهم لأن هي تكون مرتفعة فيقدرون يحتمون خلفها. فقد يكون هذا أحد هاي الآثار، أو قد يكون مدفن، قد يكون قبر من حقبة قديمة إسلامية أو غيرها، فما نعرف صراحة. هذه لحين ما اكتشفوها ولا عرفوا شو سبب وجودها؟ يمكن في ناس شافوها وكتبوا عنها، ولكن إلى الآن شو حقبتها شو هو نوع الأثر هذا أعتقد أهل الاختصاص هم أولى في أنهم يبحثون فيه. نحن رياضيين ومنطلقين إن شاء الله في رياضتنا. يلا
موزة شو تشوفين هني؟ أنا أشوف مكان أثري بعد بالضبط. واضح أن حد باننا بالضبط أو بقايا آثار بالضبط. هذه كلها إحدى أنواع الحصون الدفاعية اللي كانت يعني تمتاز بها مدينة حربة، كان نظرا لموقعها الجغرافي المهم كميناء طبيعي، فكانوا يعني أهلها يحمونها يدافعون عنها من خلال بناء هذه الحصون أو الأبراج أو حتى المقابض أو حتى الأسوار. شفنا سور سفلي والآن متجه إن شاء الله إلى السور العلوي. شو حصلت سلطان؟ شو هذا؟ هذه هدية حقي؟ شو هذا؟ هذه قطعة أثرية فخاريات تلقين كثير من هني. طبعا جبل دور يعتبر من الجبال القديمة والتاريخية، يعني تحصل فيها آثار؟ شو من الآثار اللي حصلتها بعد؟ يعني جرات، نقوش، مدافن، قبور كثيرة منتشرة هني ما شاء الله ما شاء الله. بالإضافة طبعا للحصون والأسوار العلوية. هذا سور، شوفي ها كله امتداد لسور، السور العلوي يسمى ما شاء الله. هاي هدية ثانية بعد. شكرا. هذه عظام طبعا، في ثعالب تعيش هني اللي هو الثعلب الأحمر وثعلب بلانفودا اللي يسمونه الملكي أيضا يعيش هني. شفت أنا كذي ذيله ما شاء الله كبير. هل هو خطير؟ ما شاء الله. لا ما يعتبر خطير، بالعكس الإنسان بالنسبة له يعني كائن مفترس. هو يخاف منه. هو يخاف منه. زين. تشوفينه يهرب دائما. اطلاله هنا على شاطئ سويفه على البحر على المدينه من اجمل صراحه المسارات اللي انا احبها صراحه. ما ادري اذا انت ايش رايك. حلو. لا صراحه هالمكان والاطلاله من جهه جبل الدوره مختلفه تماما. اشكرك سلطان على هذه الدعوه وعلى هذا المكان الجميل. انا شكرت والله ان شاركتينا هذه الرحله الجميله وهي الرياضه. عفوا. اعتقد حرقنا سعرات حراريه جيده. طبعا اليوم. اكيد حرقنا تقريبا 300. واخذنا ايضا استرخاء على منظر الغروب. أشكرك والله يعطيك العافية على والله. اليوم الجميل. أعزائي المشاهدين، نختم حلقتنا لهذا اليوم من جبل الدورة، من على قمة جبل الدورة. الجبل طبعا أفقي جميل جدا، تقدر تشوف فيه مدينة خورفكان من جميع أطرافها. ندعوكم لزيارة هذا المكان وكذلك ممارسة الرياضة فيه مع موزة إن شاء الله. جاهزة؟ أكيد بأي وقت. حياكم الله.